منو جاي الحين؟ السلام عليكم. هلا هلا ابو منقار، جابك والله. الواجب اللي جابني الواجب. يا اهلا وسهلا، هل حقي؟ حقش طبعا. مية هلا، تفضل تفضل، بيت بيتك. شكرا. يا هلا. الحقيقة يا مدام سمر، أنا جيت بدون موعد، وأنا بالمناسبة جايب لك الهدية البسيطة في مناسبة عيد ميلادك 20. حقي؟ إي نعم. إيش هالمجامل هاي 20؟ لا أنا شوي أكبر من 20. والله عدل، بس أنا لو رادة لي أنا أشوفك مصاصة بحلقك. أشكرك على هالمجاملة. شكراً أبو منقار. الله يسلمك. الحقيقة أنا كنت أبي هالفرصة من زمان علشان أتوحد فيك. ها؟ عشان أتوحد فيك بروحنا وأقول لك شو اللي يدور بخاطري، بس قلت يا ترى أخاف أقول لها الحكي وتروح بعيد وتشك فيني وتفهمني غلط. طيب أنا ليش أروح بعيد وأفهمك غلط؟ أنت الحين ما فهمتي أنا شخصد؟ لا، أنا كنت صريح وياك شوية سوار. الحقيقة أنا أول ما شفتك كرهتك كره اليد، كني شايف كلب قدامي. نفس الشعور، القلوب شي واحد. ما لومك، من حقك، لكن ها مع الوقت عقب ما رحت البيت حطيت راسي على المخدة، لا حسيت بحجة، حسيت إنه قارص بقى مشتغل فيني. ليش؟ ويش رايح رات غياك قدامي، رايح يا كل شي فيك، ويك جسمك طولك صماخك عيونك. ايه هالعيون هذه البارحه انا سهران عليها لاربع الفجر. والله يا والله بعد انا عندي حكي وايد الحقيقه يا مرمر. منو مرمر؟ انت اسم الدلع، انا مدلعك مرمر سمر مرمر. ذمتك مو حلو. انا مرمر بعد. ايه مدلعني. ايه لا هو حلو، مو حلو. اه بس يعني شوي غريب. بس انت ايش تبي تقول؟ انا اللي بقوله إنه أنا كل هالمدة ما أخذ فكرة ثانية عنك وظالمك. يا يعتذر. إي والله. طيب أنت أصلا ليش تفكر هالتفكير هذا؟ أنت للحين ما عرفتي قصدي؟ لا لينشك حلجك وتزوعين؟ يمك أم. أقول أنا الحقيقة أنا شوي تبلعم. احجي خذ راحتك. أنا مرتبك شوي، ماكو أحد بالبيت؟ لا احجي. أنا من رأيي لو نقعد بالمختصر ناخذ راحتنا أكثر. شني؟ بالمختصر يعني شني؟ يعني ركن كذي ما حد يينا. احكي خذ راحتك، ايش تبي تقول؟ اللي بقول انه ها ماكو حدا. دحكي. ايه احبك. شنو احبك؟